نظمت جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية في عمان جلسة حوارية بعنوان الزواج المسيحي ودور بيت العائلة في التوفيق بين الأزواج. حضر الجلسة أعضاء من الهيئة العامة للجمعية واللجنة الثقافية وضيوف من المجتمع المحلي. ويدعو هذا اللقاء الهام إلى نصح المقبلين على الزواج وتعريفهم ببعض الأمور القانونية والمفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع الحساس. وتحدث في هذه الجلسة الحوارية كل من الأب سالم مدنات، وهو قاضي سابق في المحكمة البدائية الكنائسية للروم الأرثوذكس ومسؤول في مكتب العائلة والزواج، الذي ركز من جهته على أهمية التعارف خلال فترة الخطوبة، مشيرا إلى أهمية بيت العائلة ودوره الأساسي في التوفيق ما بين الأزواج. كما استعرض المحامي ناظم نعمة بعض النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع الزواج، فيما تناولت رئيسة الجلسة المحامية فادية نصر مفهوم الزواج المسيحي وشروطه وأثره في المجتمع. وفي نهاية الجلسة قدمت جمعية الثقافة الأرثوذكسية دروعا تكريمية للمحاضرين على تلبيتهم للدعوة. كان موضوعي أنا حول البيت العائلي، اللي هو هذا البيت العائلي تأسس في مطرانية الروم الأرثوذكس، قام بتأسيسه وبدعمه سيادة المطراني خريستوفروس. من خبرة سابقة كنائب رئيس للمحكمة، وأنا كنت قاضي أيضا بالمحكمة، لأنه كنا نشوف قديش في هناك مآسي ومشاكل بين الأزواج، وبيت العائلة هلا حقيقة هو عم بتحول لإله من المحكمة الكنائسية معظم القضايا اللي هي عبارة عن خلافات زوجية بالذات الطلاق أو أي قضايا قد تكون قابلة للوساطة، فبتحول الملف من المحكمة الكنائسية إلى بيت العائلة. على وعسى أنه خلال هالفترة تقريبا الشهر، وممكن تستمر يعني ممكن نمدها لست أشهر بحسب القانون، أنه نحاول نلاقي طريقة للتوفيق بين الأسر. وحقيقة يعني بهذا العام ب 2022 من بداية السنة حتى تاريخه تقريبا ما يعادل 14 عائلة قدرنا والحمد لله مع المسؤولين أيضا المساعدين في بيت العائلة أنه قدرنا ونجحنا أنه عملنا الوفاق بيناتهم، وبعضهم كان رافع قضايا وتم أسقطها، تم إسقاط هاي القضايا، لأنه حقيقة لما بيجتمعوا الزوج والزوجة في بيت العائلة من اسمه بيت العائلة بعيد عن القضاء، بعيد عن المحاميين، بعيد عن إجراءات، فبقعدوا بأريحية. ودورنا إحنا بالذات كأباء روحيين نسمحهم كابن وكابنت لنا، والحمد لله أنه في كثير من الحالات عم ننجح فيها، أو على القليل بنخفف من حدة الخلافات اللي بيناتهم. كثير من الحالات في هذا العصر الأسرة غير متماسكة بسبب التطورات اللي حدثت أدت إلى تشتت هذه الأسر. إحنا الآن بدنا نبحث بقانون الزواج، أول شيء تعريف الزواج، ما هو الزواج؟ هو عهد وليس عقد. الزواج المسيحي هو عهد رفعه السيد المسيح إلى رتبة سر مقدس، والزواج هو شركة للحياة دائمة، والزواج هو وحدانية الزواج، وهدف الزواج بدنا نحكي عنه، هدف الزواج هو إنجاب البنين وخير الزوجين. من استثنى عنصر من عناصر أهداف الزواج يعتبر الزواج باطل. ولأنه الموضوع هذا كتير مهم، وبالإضافة لموضوع الزواج المسيحي حبينا كمان نضيف موضوع بيت العائلة وكيف دوره بالتوفيق بين الأزواج. صراحة نحن كلجنة ثقافية، وهي إحدى لجان جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، حبينا نعمل هاي الندوة حتى نفيد المجتمع المحلي وأعضاء الجمعية بالإضافة لكل المهتمين في هذا الموضوع، كونه هذا موضوع شوي حساس لما نحكي عن الزواج المسيحي. يعني الزواج المسيحي مش إشي بسيط.